مزيد حول أسواق العملات معي بالاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك. خلينا نبدأ بموضوع نورث كوريا أو الكوريا الشمالية والمناورات اللي لازالت تستمر, خصوصا إطلاق صاروخ مثل هذا قبيل اجتماع الجي 20 اللي كان ملاذ آمن منذ الصباح. تماما, والذهب أيضا تفاعل مع هذه الأحداث بشكل واضح. الملاذات الآمنة كانت يعني تتجه إليها رؤوس الأموال أو خلينا نقول السيولة بشكل عام بنتيجة التخوفات بشأن التوترات الجيوسياسية, وخصوصا في قبيل مثل هذا الاجتماع الجي 20 اللي ممكن أيضا تصدر عنه إجراءات فيما يتعلق بكوريا الشمالية ونظام التسليح الخاص بها, وبالتالي ذلك سوف يكون له تأثير كبير على الأسواق. بذلك نرى أن المستثمرين إجمالا يتجهون إلى تخفيف المخاطرة قدر الإمكان, التوجه نحو ملاذات آمنة. ارتفاعات بالذهب بشكل واضح, كان أدنى مستوياته عند 1214 الآن عند 1224 دولار للأونصة. أيضا الين الياباني يستفيد من ذلك على الرغم من تحسن الدولار الأمريكي, إلا أن الملاذات الآمنة إجمالا تفاعلت بشكل إيجابي خلال التداولات الفترة الآسيوية. أسبوع قصير من حيث التداولات ولكن أسبوع مهم من حيث الأرقام والاجتماعات. الاجتماعات عندنا تقرير التضخم من بريطانيا, وعندنا أيضا تقارير الاقتصاد بما يخص البطالة وسوق العمل والوظائف بالولايات المتحدة. توقعاتكم وأين ترون الدولار بيتمشى؟ احنا شفنا الدولار مضغوط عليه, يعني واصل أدنى مستوى منذ 9 أشهر. تماما, هذه المستويات التي وصل إليها الدولار الأمريكي بشكل واضح بدأنا نرى الارتداد كدولار إندكس عاد مجددا فوق مستويات 96. من المتوقع أن يكون عندنا أداء إيجابي لسوق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية حسب التوقعات الموجودة. ممكن أن يكون في عندنا قراءة مطابقة للتوقعات أو أعلى منها, لكن الأداء الأفضل طبعا ممكن جدا أن يكون هذا يؤثر على أداء الدولار الأمريكي. فيما يتعلق بباقي العملات, رأينا ارتفاعات على الجنيه الاسترليني على اليورو بشكل واضح, وبدأت ترسم نماذج فنية هذه العملات أنه ممكن يكون في عنا انعكاسات وعودة للتراجع. بالتالي هذا يعطي فرصة أكبر للدولار الأمريكي بالارتفاع خلال التعاملات هذا الأسبوع. حتى الآن هذه هي البيانات الأبرز بالنسبة لليورو. اليورو المرتفع قد لا يفيد كثيرا في الوقت الحالي السياسة النقدية الحالية للمركز الأوروبي التي تستهدف رفع مستويات التضخم واستقرارها عند مستويات 2%. وكان ماريو دراغي في الفترة الماضية كان أشار إلى إمكانية تقليص البرنامج برنامج التيسير, ولكن سوف يكون تدريجيا وقد نراه خلال فترة طويلة. يعني بلغت الأسواق إلى حد ما في تقييم ذلك. الدولار الأمريكي كان تحت الضغط من عدة جوانب, ممكن جدا أن تكون الفرصة لعودة الدولار الأمريكي للتألق والارتفاع خلال بيانات التوظيف التي ننتظرها يوم الجمعة. أعطينا رأي إكويتي جروب في أسعار النفط. إحنا شفنا تذبذب, ما إحنا قادرين نعرف أي ترند الأويل واخد سلسلة من الارتفاعات. اليوم بدأنا نشوف بعض الهدوء, أين ترون النفط بيتداول؟ تجنبت أسعار النفط التراجعات الحادة التي كانت من المتوقع أن تصل إلى ما دون مستويات 40 دولار للبرميل. باستقرار WTI عند 44 دولار للبرميل, هناك فرصة للعودة مجددا للارتفاع والاقتراب أكثر من مستويات 49 دولار إلى 50 دولار للبرميل التي تدعمها يبدو حتى الآن التوترات الجيوسياسية إجمالا أكثر من أي تقارير. يعني عم نشوفها على زيادة الإنتاج أو على زيادة المخزونات, عم يكون تفاعل أسعار النفط مع الوضع الجيوسياسي أكبر بكثير من ذلك. بالتالي احتمالية الارتفاع مثل ما عم نشوف هذه الجلسات المتتالية من الارتفاع تشير إلى إمكانية عودة تريند صاعد على المدى المتوسط تقريبا. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب, شكرا جزيلا لك. شكرا لك.